للانطلاق. فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر الثلاث سنوات الخير التي لم تربح على بركة الله تعالى. وكما تشاهدون في المقدمة في هذه اللحظات مسددة أيضا أشاهد نبض المشاعر وكذلك الوردة المخملية من الخارج المرشحة لأقوى للفوز في هذا الشوط مع بداية انطلاقة هذا الشوط من الداخل شملال. يأتي الآن في هذه اللحظات والتقدم بقيادة ريان الطويرش في هذه اللحظة مع محاولات من مسددة من الوسط الآن في هذه اللحظة والمحاولات من العياشي في المركز الثالث في هذه اللحظات التقدم المحاولات في هذه اللحظات للتقدم للجياد والأفراس المنتجة محليا عمر الثلاث سنوات التي لم تربح في محاولة للخروج من هذه الفئة فئات الخيل التي لم تربح. وكما تشاهدون الآن شبل مهنة من الخارج الآن في محاولة للتقدم المركز الأول بقيادة علي المتعب والخيال السعوديين المتمرنين التنافس الآن للظفر بالمركز الأول والمحاولات لتخطي هذه الفئة فئات الخيل التي لم تربح في هذه اللحظة التقدم لشبل مهنة المرشح الثالث الثاني في هذه القائمة قائمة هذا الشوط شوطنا الأول. المحاولات تأتي من شملال الآن من الداخل محاولات كذلك أشاهدها للعياش الآن للتقدم للمركز الثاني في هذه اللحظات. شملال يحاول من الخارج المحاولات لشبل مهنة في المركز الأول في محاولة مستميتة للحفاظ على المركز الأول المنعطف الأخير الآن وبداية الخط المستقيم في هذه اللحظات والتقدم للعياشي من الداخل الآن. المحاولات تأتي كذلك الوردة المخملية ومن الخارج شبل مهنة المرشح الثالث قبل انطلاقة الثاني قبل انطلاقة هذا الشوط شبل مهنة ومن الداخل الوردة المخملية في هذه اللحظات شبل مهنة والوردة المخملية شبل مهنة في طريقه للمركز الأول بكل قوة بكل اقتدار ما شاء الله تبارك الله من المركز الرابع في آخر المشاركات إلى المركز الأول شبل مهنة لمحمد سفر راشد الشبر المرشح الثاني قبل